سندباد مصري، ملخص شامل ووافٍ لما جرى في مصر من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث، ويجمع الكتاب بين الصياغة الأدبية والدقة التاريخية والإيقاع السريع، وهو يصور بعض المشاهد المؤثرة في حياة المصريين على مدار آلاف السنين. ينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول. الأول باسم الظلام، ويبدأ من عام 1517 حينما دخل الاحتلال العثماني إلى مصر وحتى وصول محمد علي باشا إلى كرسي الحكم. أما الفصل الثاني فاسمه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ويتناول قصة الفتح الإسلامي لمصر والجوانب الإيمانية والحضارية التي صاحبت، بينما اختار المؤلف للفصل الثالث عنوان الضياء، وعرض فيه قصة الحضارة الفرعونية وعظمة المصريين القدماء وجهودهم وإبداعهم في كل مناحي الحياة. وختم كتابه بملخص لتاريخ مصر في أقل من 40 صفحة استعرض فيها أهم تواريخ في حياة المصريين. مؤلف الكتاب هو العالم المصري والبحار الدكتور حسين فوزي، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1966. ولد في منطقة باب الشعرية في القاهرة عام 1900 ورحل في 1988، وله العديد من المؤلفات المهمة من بينها سندباد عصري وحديث السندباد القديم وسندباد في رحلة الحياة.